Hi, أنا اسمي جينا خليفة وأنا child therapist. أنا أخذت masters in psychology من جامعة ديربي في UK ودرست وتدربت في therapeutic play skills تبع جامعة Leeds Beckett برضو في UK ودربت تبع play therapy international. أنا بشتغل مع الأطفال والمراهقين وبحب شغلي قوي مع الأطفال لأني بعرف أتواصل معهم وببقى موجودة بحقيقي معهم وبحس قوي بالتواصل ده وبالتواجد ده هم بيعرفوا بيشوفوا نفسهم بطريقة مختلفة. أنا بتعامل مع الأطفال المراهقين مختلف المشاكل السلوكية أو بمروا بقلق باضطراب باكتئاب لو مروا بصدمات واكتر حاجه ببقى مرتاحه قوي مع الاطفال اللي بيعدوا بوقت فيه جريف ومش بس سبب فقدان حد من اهاليهم ولا اصحابهم لا ممكن اي تغيير في الفاميلي ستراكشر لو اتنقلوا من دوله لدوله وحاسين ان هم they miss something. انا بحب اشتغل كمان مع الاهالي علشان I believe in the holistic approach وبحس قوي ان الاهالي ليها دور كبير قوي وتاثير كبير قوي في حياه اطفالهم ودايما كنت بحس دايما ان في حاجه مفقوده في شغلي ان دايما لما كنت بعمل بقعد مع الاهالي بديهم شويه حاجات يطبقوها مع اطفالهم ازاي يتعاملوا مع المشاكل لما بتحصل بس بحس ان الاهالي ذات نفسها بتمر بصعوبات ومش قادره تطبق ده فاي ترايت ان انا احاول اوصل لحاجه تجمع الاهل والطفل في نفس الاوضه وبنستخدم اللعب فانا عشان كده اتدربت في حاجه اسمها ثيرابلي ثيرابلي ده ان الماما والبابا والطفل بيبقوا موجودين في نفس الاوضه في جو ثيرابي وبنستخدم اللعب كوسيله كونكشن وللتواصل بين افراد العيله وانا هنا موجوده لو احتجتوا اي مساعده لو طفلكم بيمر باي صعوبات فممكن تتواصلوا مع 07